بتوجيه من قائد القوات البرية. لجنة من هيئة التدريب تزور الفرقة المدرعة التاسعة للإطلاع على مراحل بناء وإنجاز مدرسة قتال الفرقة المدرعة التاسعة. تستمر لجان المتابعة في القيادات والفرق بزيارة عوائل الشهداء والجرحى للإطمئنان على أحوالهم وإنجاز كافة المتعلقات الخاصة بهم. أعلنت قيادة عمليات ميسان عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين قضائياً وضبط كميات من الأسلحة والأعتدة غير مرخصة. تستمر قطاعات قيادة عمليات البصرة بعمليات الدهم والتفتيش ضمن قضاء الدير، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين ومصادرة أسلحة وأعتدة غير مرخصة. فرقة المشاة 16 تنفذ عمليات بحث وتفتيش أسفرت عن العثور على كدس للعبوات الناسفة ضمن حقل القيارة النفطي، حيث تم تفجيرها تحت السيطرة. بعملية استباقية فرقة المشاة 5 تتمكن من العثور على مخبأ يحتوي على كدس للعتاد ومقذوفات مختلفة شمال الطريق الدولي السريع، حيث تم تفجيره موقعياً.